Rouen FM 91.2. ديوان اف ام سمارتك. مرحبا، اهلا وسهلا بكم في سمارتك. نحكي لكم اليوم على التليفون الذكي الجديد اللي اصدرته شركه هواوي. النوفو سمارتفون تاع هواوي اسمه اونور 8 بريميوم. تليفون جديد خرج في حله ذهبيه جديده ب 64 جيجا دو ستوكاج و 4 جيجا دو رام. بقيه الفيش تكنيك نتاعو كانت متقل الاونور 8، واللي نلقاو فيه ان اكران اي بي اس فول اتش دي 5.2 بوص وان بروسيسور هواوي هاي سيليكون كيرين 950، ان دوبل كابتور فوتو دو 12 ميجا بيكسل وان اباري فرونتال دو 8 ميجا بيكسل. سمارت فون جديد يخدم سو اندرويد 6.0 افيك انترفاس ايموشن يو اي 4.1 وفيه باتري دو 3000 ملي امبير وان بور يو اس بي تيب سي. هواوي 8 بريميوم مازال لحد الان مش متوفر في الاسواق، اما الشركه تقول اللي التسويق نتاعو باش ينطلق اواخر شهر اكتوبر. كان هذا كل شيء في سمارتك لليوم. كل أخبار التكنولوجيا تلقوها على موقعنا الانترنت www.dwnfm.net وإلا على صفحتنا على الفيسبوك راديو ديوان اف ام. وتوما بقى لي كم باش نقول لكم تشاو وباي.